السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا، معكم قناه نجمه الريف. اليوم ان شاء الله غادي نعدلوا مع بعضياتنا ان شاء الله واحد الطريقه باش كنعجنوا الخبز. طريقه جديده مغايره عند باش متعودين كنعجنوا الخبز ديالنا، حيت سبقت لي عطيت لكم في القناه ديالي الطريقه باش كنعجن الخبز ديالي، ولكن اليوم الطريقه مختلفه. اليوم ان شاء الله غادي نعجنوا الخبز في طنجره الضغط او الكوكوت. الطريقه كتجي سهله بزاف وما كتعجبش بزاف الخبز، ما كتدلكش، طريقه بسيطه جدا. تابعوا معايا وتعرفوا الطريقه باش كنعدلوا هذا الخبز اليوم ان شاء الله. عندي هنايا الطحين، طحين تفورس، عندي هنايا الفينو او الدقيق الصلب، ولكن انا كندير دائما المقدار نتاع الفورس، كندير جوج مثلا الا درت جوج زلايف نتاع الفورس ديروا زلافه نتاع الفينو او نتاع الطحين الصلب. وعندي هنايا الملح والخميره ديال الخبز وطبعا المدافئ والكوكوت ديالنا ها هي حدايا. من بعد ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله في الطريقه نتاع تحضير هاد العجينه ان شاء الله، حيت غادي يجيكم ساهله. تصدقوا الاخوه ديالي من اليوم ما غاديش تعكزوا كاع تعجنوا كاع الخبز ديالكم في الدار، بنادم احسن 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 فاحسن بنادم يعجن الخبز ديالو في الدار. بسم الله على بركه الله. جبت الكوكوت ديالنا، درت فيه الطحين، نخلطوا شويه الطحين ديالنا بالطريقه. نجيبوا الملحه، الملحه دائما على حساب الذوق، نجيبوا الخميره الخبز حيت هاد العجين ما كيحتاجش يتدلك مزيان بزاف، حيت الكوكوت كتساعدو باش كيجي تبارك الله كيجي خفيف بزاف. هاد الخبز تاع الكوكوت او طنجره الضغط، بسم الله. نجيبوا الخميره الخبز ديرونا في الوسط، نكبوا عليه الماء، بسم الله. غادي نخلطو بالطريقه، طريقه سهله جد جد بسيطه. الماء نديرو شويه بشويه، نخلطو العجين ديالنا. حيت انا دائما كنقول لكم دائما كان الخبز ديالي ما كنعجنوش بزاف، ولكن تبارك الله كيجي خفيف بزاف، حيت وريتكم الطريقه قلت لكم في الفيديو ديالي في اللي حطيت في القناه ديالي، ولكن المراه اليوم غادي نوريكم طريقه مختلفه. نخلطو مزيان، نزيد الماء، نزيد عرق السلمات، ضروري تبقاو ديروا بهاد الحركة، تقلبوا العجية ديالكم بهاد الحركة هكا باش ديروا الماء لتحت الا بقات ماكشي الطحين ولا الطريقة. العجينة ضروري تجي خفيفة شوية، ما تجيش تقيلة. صدقوني الأخوات ديالي إلا جربتو هاد الطريقة نتاع العجين تاع الكوكوت غيتقولوا فين كنا في الاول، ما كناش كنعجنوا في الكوكوت، حيت كتجي الطريقه سهله ومبسطه جدا هكا وصافي. انا كيعجبني شويه العجينك نتاع البطبوط، حيت اليوم غادي نكون ندير لكم الخبز نتاع المقله او البطبوط. كيعجبني شويه كيجي شويه العجينه ديالو كتجي هكا خفيفه، العجينه ديالو باش كيصدق كيجي خفيف. جيبوا شويه الزيت، زيت المائده ولا زيت العود المهم اللي عندكم، هكا ديروا شويه الزيت صافي. شتو مازالني يقبر وقت بزاف تاع التدلاك، كتجمعي العجين ديالك وصافي كما كتشوف بهاد الطريقة. ك
كيف حركه عجين العجين تاع السفنج بطريقه سهله، ما محلني ولا والو، تجي ساهل تبارك الله. هذه الطريقه باش كنبدا كندير كنعجن غير في كوكوت. نهار ملي جربت جات لي مزيانه، جات لي ساهله، ما تعذبتش فيها، قلت علاش لا ما نبقاش نعجن فيها، وبغيت نشاركها معكم. صافي نجيبو بلاستيك نتاع السيلوفان، لاحظوا معايا باش غادي كيفاش غادي نعدلو به، غندخلو هنا لداخل، منخليوش هنا رجع، ندخلو هنا لداخل هكا، نغطيو به كلشي العجين ديالنا. دابا غادي نبلو عليها ضروري تزيرو عليها المغطى ديالها هكا. نقربلكم شويه هكا باش تشوفوها معايا، ضروري تزيروها مزيان هنايا. اما هاد الصفاره ما غاديش نحتاجوها، هاد الصفاره غادي نقلعوها، ما غاديش نحتاجوها نهائيا. دابا نخليوه حوالي 30 دقيقه حتى 35 دقيقه ان شاء الله غادي يكون واجد، ان شاء الله يكون خمر. نجيب واحد البانيو نديرو فيه الماء، الماء يكون سخون، ما يكونش طايب بزاف، نحطو فيه الكوكوت ديالنا بهاد الطريقة. صافي ونخليوه يحمر، نغطيو شي مرطة ولا شي منديل يكون مقطن. دابا نغطيوه نخليوه يخمر على خاطرو. صافي نحلو على العجينة ديالنا بعد ما دازت عليه 35 دقيقة. بسم الله هنا كما كتشوفو خمرت تبارك الله، هانتوما كتشوفو تبارك الله هي العجين ديالنا خمرت تبارك الله وسلام عليك كما كتشوفو. دابا نقلعو عليها بلاستيكا، نديرو يدينا بشويه الماء يكون دافي، بسم الله باش نخرجو الهواء من العجين. بسم الله كما كتشوفو كما كتشوفو تبارك الله العجينه ديالنا حصلنا عليها. شوفو تبارك الله، شوفو يا العجين، شوفو تبارك الله، شوفو العجين، شوفو شوفو. صافي دابا غادي نبداو في التقراص ان شاء الله، الماء دافي في الزلافه باش نبقاو نديرو فيها اليدين ديالنا باش ما تلصقش العجينه في اليدين. بسم الله على بركه الله، العجينه ضروري تجي شويه هكا خفيفه، حيت هذه هي العجينه اللي كتصدق الخبز ديالها كيجي خفيف. بسم الله نجمعو العجينة ديالنا بهاد الطريقة هكا،
هاد العجين اللي كنعجنو في الكوكوت كيجي بديل للعجانه. تبارك الله كيجي الخبز ديالو خفيف بزاف. صافي نبقى مستمره معكم حتى نسالي كلشي التكراس ان شاء الله. تبارك الله كما كتشوفوا الخبز ديالنا خمر تبارك الله، خليته ارتاح حوالي 15 دقيقه. دابا غادي نبداو ان شاء الله غادي نطيبو فيه ان شاء الله. بسم الله، هو الخبز ديالنا درتو في المقلة، صافي نخلي دابا يطيب. الا شفتو دابا كيترفخ هكا بهاد الطريقة كتدخلو من هنا بهاد التقيبة تخرجوا هذاك الهواء اللي فيها هكا، نخرجوا من هذاك الهواء. شوفوا واش بدا كيطيب لتحت، تبارك الله بدا كيطيب. بسم الله، نبدأ معكم دابا كما تشوفوا. أول أخوة ديال الخبز ديالنا ديال المقلة والبطبوط، تبارك الله كيجي تبارك الله جا محمر تبارك الله، كيجي خفيف. من بعد غادي نحل معكم تشوفوا الداخل تبارك الله كيجي، كيجي مهول داخل وكيجي خفيف، والطريقة ديالو سهلة كما شفتوها معايا في الفيديو ديالنا. دابا ندوز إن شاء الله غادي نحل معكم وحدة تشوفوها الداخل كي كيجي تبارك الله. تبارك الله نحل معكم واحد البطبوط مع الخبز المقلى كما كتشوفوا. تبارك الله وسلام عليك، شوفوا شوفوا تبارك الله، شوف بحال القطن تبارك الله الداخل بحال القطن كما كتشوفوا. تبارك الله شوفوا تبارك الله، شوف شوف تبارك الله وسلام عليك، شوفوا الخبز شوف تبارك الله، شوف تبارك الله، شوف تبارك الله، شوف كيجي خفيف الداخل تبارك الله، كيجي مهوي بحال القطن تبارك الله بحال القطن، شوف تبارك الله وصلى على النبي تبارك الله وصلى على النبي. هذا ما كتشوفوا كنتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفه اليوم نالت الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها، تاع الخبز ديال الكوكوت او طنجره الضغط، حيت هاد طنجره الضغط بديله الاله العجين.
كيجي خفيف تبارك الله، وكيجي كيجي العجينه ديالك كتجي خفيفه بزاف، كتجي مهويه، كتجي تبارك الله بحال مقطنه بحال القطن تبارك الله، كما كتشوفوا هانتوما كتشوفوا تبارك الله واش عندي. هانتوما كتشوفوا الخبز تبارك الله كيجي الخبز ديالها. غادي نخليكم الاخوات ديال حتى شي فيديو اخر وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.